هنتكلم النهاردة عن واحد من الأمراض النفسية المرتبطة بالسوشيال ميديا، وللأسف الشديد بدأ ينتشر بقوة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا عامة. المرض اللي هنتكلم عنه النهاردة هو متلازمة فومو، وفومو هو اختصار لكلمة Fear of Missing Out. طيب باختصار كده الفومو يعني ايه؟ يعني ان الشخص بيحس بالخوف منه ان هو يفوت حدث او يفقد شيء او فرصة افضل. والشخص المصاب بالمرض ده بتلاقيه حريص ان هو بيتابع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متواصل. العلماء قالوا ان ده بيحصل كل 3 دقايق على الاقل، وان في 27% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بيفتحوها اول ما بيصحوا من النوم او ما بيفتحوا عينيهم، وانه كمان في 56% منهم بيحسوا ان في حاجات كتير ناقصاهم لو ابتعدوا عن السوشيال ميديا لمده اطول من ربع ساعه بس. طيب قبل ما نكمل كلامنا عن الفومو تعالوا نروح نشوف التقرير ده ونرجع تاني على طول. زي اي حد في مصر دلوقتي السوشيال ميديا بقت واخده كل ايامنا، زي اي شاب مش في مصر بس، معظم اليوم يعني ممكن نص اليوم تقريبا، يعني يعتبر تلتين اليوم، يعني كل وقت دلوقتي بقى على السوشيال ميديا، يعني من ساعتين لثلاث ساعات كده او اكتر كمان، يعني بقضي نص اليوم يعتبر، مش يعني اغلب اليوم، يعني بسلي وقت، يعني الوقت الواحد بيبقى فاضي فبيستخدم اي حاجه يسلي بيها وقت، ممكن حبه صغيرين بس اخر الليل قبل ما انام كده شويه وبتاع، لكن بقيت اليوم كله انا في الشغل ما بقدرش اقعد عليه كتير. يعني اغلب الاوقات يعني وقتي تقريبا كله في مواصلاتي، في البيت، وقت ما انا فاضي، وقت الشغل كمان، في اغلب الاوقات على طول لازم امسك الموبايل. هو مؤخرا ما بقتش زي الاول، يعني زمان كنت مثلا بقعد معظم اليوم بتاعي على السوشيال ميديا والكلام ده كله، لكن حاليا بقيت ابص مثلا لا انا ممكن استفيد منها بطريقه احسن بدل ما اقعد اتفرج على حاجات ملهاش اي ثلاثه لازمه. في ايام بعد الاربع ساعات، يعني هو شايف ان ده مش صحي يعني، بس خلاص هو ده اللي بيحصل يعني.